حبيتها لهالبنت. منيح اللي تذكرت، صار موعد دواكي هلا. ايه صح. اشرف، حابة اقول لك شيء. ما بعرف شو اللي تغير، بس انا حاسه كل وجعي راح. لان تعرفتي على كنتك، هذا هو السبب. اجيت وصار اللي بدك اياه. شو اعمل اشرف؟ كمان انا ام، بدي يرتاح قلبي وامن عليكم قبل ما اموت. بكره احفادك بيملوا عليك البيت وبيحبوك مثل يوسف واكثر. قول معي ان شاء الله. الله يسمع منك. كل ما عم نكبر بالعمر ونقرب من الموت عم يزيد تفكيرنا بولادنا ومستقبلهم. طول بالك شوي، خلص رح ترتاحوا مني عن قريب. سلطانة، ليش فيني أعيش من دونك؟ يمكن ما تصدقي، بس إذا صار لك شيء أنا يوم يومين بالكتير راحك. ما تقول هيك أشرف، الله يخليك. ومع هيك بدي اتزوج يوسف وأمن عليه قبل ما أموت. ما بدي ابني يضل وحيد ما في حدا جنبه ويفضى عليه البيت. قلتك اللي عم نعمله غلط؟ اف خلصنا، فتنا بالقصة ومشي الحال. ما عاد فينا نتراجع هلأ، لا عاد تفكري بالموضوع. بس القصة مو صفقة، مش شايفة كيف عم يعملونا؟ والله أنا زعلانة عليهم. ما سمعتي كلام أبوه؟ قال هو حبني مثل بنته. ما بعرف شو رح يصير بعدين وكيف رح نبرر موقفنا. هذا مانو شغلك، ابنن هو المسؤول. حبيبتي نحن علينا نخلص شغلنا ونقبض مصرياتنا. بس يعني فين، ما لازم تفكري بهي الطريقة المادية، ما بيجوز. ايه خلصنا يا بنت، حاجتك نقبقة، خليكي هيك مثالية. من ناحيتي أنا مبسوطة وطاير عقلي. هو جابولنا لبس كمان. ماشية بالخطة مثل ما اتفقنا كرمال أمي. بصراحة ما توقعت منها شيء. منيح إنه ما إجت هاندي، كانت أمي رح تجن مفصولها. خليني أشوف شو كان بدها مني مقابل هاللعبة. قديش بدها يا ترى؟ شو ما طلبت مني بتستاهل وزيادة. بس قالت لي ما لازم افتحها. لا خلص بلاها، أنا وعدتها. صباح الخير أمي. أهلا وسهلا. صباح الخير بنتي، شلونك؟ والله نمت من غير ما أحس. والله الظاهر خطيرت أشرف، دير بالك. وشك منور اليوم، كأنه تحسنت. نشكر الله، وش عروستنا حلو علي. طمن، ما في داعي تأكل همشي يا بابا. روح ارتاح وأنا رح اهتم بأمي من اليوم ورايح. اتفقنا، رح اترككم تاخذوا راحتكم انت وحماتك. قال كتير حبيت تتعرفي على كنتك، مزبوط هالشي؟ معلوم بنتي، على طول كنت فكر بيني وبين حالي مين هالبنت يلي رح تاخذ قلب ابني. انت فطرتي ولا لسه يا امي؟ يا روحي شو بدي اقول لك؟ الله وكيلك، صار لي شهور مو ضايقه الاكل، انكترت شوربه ومقضيتها على الفيتامينات والادويه يا بنتي.
ما بيصير، برأيي لازم تاكلي شي حتى لو كان خفيف. شو رأيك تنزلي تغيري جو تحت ونفطر سوا؟ موافقة؟ ليش مسموح؟ إيه لكن، وكمان رح قعدك بالصالون. ما ملتي من قعدة الغرفة؟ طلعي وتنشطي شوي. كأنك بقلبي يا بنتي، والله صار لي شهور ما طلعت من الغرفة ومليت كتير، بس كيف بدي أقدر أطلع؟ هي تركية علي أنا يا أمي. يا عيني عليك. خليها وراكي. وهي لرجليكي. هون الصالون شريح ومضوي كتير، وهو قريب من المطبخ والتواليت، فيك تشوفي كل شي بالبيت، يعني بقلب البيت وبراته، ما بتحسي بالملل. ابنه الله يوفقك يا بنتي ويرضى عليكي، فكرة حلوة كتير. كيف ما خطرت هالفكرة للدكتور؟ يعني العلاج مو بس بأخذ الأدوية. طيب أنا رح جهز الفطور. يسلموا إيديكي، تمام، منيح كتير، حاسة حالي طايرة من الفرحة. أمي؟ كيف وصلتي لهون؟ كنتي اللي جابتني لهون، هون بغير جو بتضلكن حوالي أحلى من قعدة الغرفة، والله مع حق. تعال تعال يا روحي. عن جد فكرة كتير حلوة حبيبتي، شكراً إليك. شو أمي؟ كأنك اليوم أحسن؟ نشكر الله يا ابني، أصلاً بس شوفكن مبسوطين ومرتاحين قلبي بيفرفح من جوا. إن شاء الله على طول بتضلك مبسوطة. الله بعت لنا هالعروس مثل الدواء لنا ابني. بتصدق خلتني أحب الحياة من أول وجديد؟ ماما الله يطولنا بعمرك ويخلينا إياك. آه حبيبي يا روحي. ماما أنت روحي حياتي، تقبرني حبيب قلبي، لو تعرف قديش اشتقت لك يا ابني. سيد يوسف، رح تترك أمك تاكل فطورة ولا شو؟ ايه طبعا، طعمية تفضلي. اوه في مربى كمان؟ ايه لكان، هذا مربى الكرز، بتحبيه؟ ايه لكان بحبه. يلا شوي وبخلص. خدي وقتك حبيبتي. أعطيني حسابي لو سمحت. ليش هلأ لمست خدي قدام أمك؟ نحن ما كان هيك اتفاقنا مزبوط؟ والله مو بإيدي، انبسطت كتير بس شفتكن، وماما كتير تحسنت، هذا كل شيء. بعدين وين المشكلة؟ لازم يصدقوا إنه في بيناتنا علاقة حب. الأحسن لا تتجاوز حدودك. طيب خلص أنا آسف، ما بقى عايدة. بيكون أحسن، وتذكر منيح هاي لعبة وكم يوم بتخلص، رجاء ما بدي هيك حركات. تمام مزبوط، هي لعبة بس انت عايشة الدور والكل مصدقك، تقولي حبيبتي عن حق وحقيقة. بس انا ما عم مثل ابنه، انا حبيت امك يلي ما بعرفها قد ما بحب امي. شو يعني حبيتيني الي كمان؟ ليش سكتتي؟ لا تنسى أنا أجيت لهون بس لحتى ساعد أمك تتجاوز هاي الأزمة. الوضع كتير منيح وأحسن مما توقعت بكتير. شفت؟ ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا صارت منيحة. شكراً لك. وإن شاء الله برجع وبشوفها بكرة. ماما تعرفي ماما الجو كتير حلو برا، والورود كلياتها تفتحت، كمان جبت لك هالوردات. شكرا لك حبيبتي، اصلا محل ما بتمر كنتي الحلوه طبيعي تتفتح الورود. طمني دكتور، شو وضع ماما؟ والله انا متفاجئ، وضع احسن بكتير من قبل، شو ما كان اللي عم تعطيها يا خليكي عليه، طلع احسن من الادويه. والله شايف لك على هالحالة ما عاد تحتاجيني أبداً.
مو على أساس حضرتك دكتور؟ لشو أعطينك هالشهادة لكان؟ اللي ما قدرت تعمله بشهور عملته كنتنا بيومين. شو كنت عم تعمل بكل هالفترة؟ إيه بسيطة يا سيد أشرف، إلا ما يجي يوم وتوقع بين إيدي. وقتها بين إيديك؟ بعيد الشر يا زلمة. بسيطة يا سيد أشرف، بكرة منذكر بعض. بابا وعمو إحسان رفقات من زمان، قضوا كل طفولتهم مع بعض. ديري بالك كتير مشتهية الكرز. كيف؟ رح أطف كم حبة واجي. تفضلي أمي. حبيتيها؟ كتير طيب، من زمان ما دقته. بتذكر في مرة شفت فيها فيلم، زلمة قرر إنه ينتحر، قام جاب حبل وعلقه بشجرة الكرز العالية. كان يأسان من الحياة وبده يرتاح من هالعذاب. حاول يشنق حاله على الشجرة، وبنفس اللحظة تماماً يلي انشد فيها هداك الحبل على رقبته، بيخاف وبيصير يقاوم. أنا لليوم بتذكر كيف كانوا رجلاه بالهواء وعم يحاول إنه يتهدى، صار يتمسك بالشجرة. بهاللحظة بتنزل حبة كرز مستوية من الشجرة بنص تمه للزلمة، وبس يدوق طعمتها بيندم على عملته. بصير يفكر ويقول في كتير شغلات مستاهلة نعيش من شانها بهالحياة، مثل حبة هالكرز. لهيك أنا كتير بحب الكرز وبحسه مصدر طاقة إيجابية كمان. معك حق، عن جد الكرز كتير طيب. شفتي؟ ما اتصل فيني أبداً. صدقيني إذا ضليتي بهالتفكير مستحيل يرجع لك. شو أعمل ماما؟ يعني روح أقعد واستنى موت أمه؟ لازم تعملي أي شيء لحتى تكسبيه. مفروض تهتمي بأمه شوي. ليش حبيبتي يوسف من أين تهتم فيني وبالقصص اللي بتعنيني؟ يلا قولي. لو إنك وقفتي معه بأوقاته الصعبة كان رح يكفي معك كل حياته. لا تخافي ماما، متأكدة رح يرجع لي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.